وقد شرفني الله تعالى بزيارة المغرب، فما رأيت إلا جمالا، جمالا في الظاهر عند أصحابها وأوليائها وعلمائها وفضلائها، وجمالا في الباطن لكثرة ذاكري الله تعالى وعمار المساجد. وإن لم أكن من أهلهم ولا كفءا لهم، لكن هكذا رأيت وهكذا شاهدت. فإنه لا يوجد مسجد في المغرب إلا وفيه ختمة لكتاب الله على مدار السنة، يقرأ حزب في النهار وحزب في الليل، يقرأ فيه بقراءة جماعية لطيفة جميلة وأعجب. أما مجالس الذكر فلا تخلو منها زاوية ولا يخلو منها مكان، تجد فيها ذكر الله تعالى والأناشيد الجميلة اللطيفة التي يصلى فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتقرأ فيها القصائد في مدحه الشريف الذي هو أجمل وأكمل وأعظم وأنبل.